أصلي؟ شوفي شبه. أنت منيحة؟ شو صاير؟ لا أنا بعرف إني فاجأتك، وبعرف إنك زعلانة مني لهالشي يا تار، بس أنت كتير عم يبين عليكي لدرجة هاندن عم تستغرب وتسأل أسئلة كتير بتخوف. بس كان لازم بقى يصير هذا الشي. كنت عم تقول إنه في ملف مهم بخص أصلي. جيت أسألك شو صار بالموضوع، حكيلي. ما بقى في داعي نحكي بهاي القصة، لأنه فرهاد وأصلي خلص تركوا بعض. ومنين عرفت بهالموضوع؟ من شوي إجا فرهاد وهو خبرني. معقول قالت له شي أصلي؟ ما بظن، كان عندها فرصة كبيرة لحتى تحكي. أنا مالي مطمني لهالدرجة. استنى، لوين رايح؟ عندي شغل كتير يا دار. دائماً بتمشي بعد ما تزعجني، بتنزع وبتروح، ما هيك؟ عرفان إنك بالأساس ما جيتي لتسألي عن أصلي، جيتي مشان إيديل. إيه صح، لأنه قبل كل شيء كنت بتقدر تخبرني بالموضوع. اسمعيني يا تار، ما عندي هلا وقت. لا مكان ولا وقت هيك شيء، مزبوط؟ بتعرف إنه أنت بتستخدم هاي الجملة كتير نامة؟ اللي بتثق فيك واللي بتصدقك هي الست اللي تحملت معك كل شيء خلال هالسنين الطويلة. بتلاقي إنه كتير إنك تخصص وقت مشان كلمتين تحكيهم، ما هيك نامق؟ ليك اسمعني شو رح أقلك. لما بيهين الرجال المرة اللي بتحبه كتير، معناها فتح على حاله طاقة جهنم، إهانة مثل جهنم، انتقام مثل جهنم، الوحدة اللي مثل جهنم، اللي أي وحدة بتريد منه. جنيد، هذا الموضوع بده يخلص اليوم المساء، عم تفهم؟ الليلة بدي اسمع بكرة جنازتها للبنت. يا جنازتك يا جنازت، هي البنت ما بتفرق، عم تفهم؟ أخي خير، لوين نحن رايحين؟ في بكتيريا بمنطقة قريبة بدنا نشوفها، لازم نتأكد منها. ألو، وين بقدر شوف الأستاذ سامي لو سمحت؟ بالمصنع
المصنع القديم على الطريق هو بيكون هنيك دائما وبيخلص شغله الوسخ، كل أعماله المشبوهة بيساويها هنيك. هذا هو. مع الوقت شفت حدا مختلف كتير. لما طلعت بعيون فرهاد اكتشفت انه ما بيشبه حدا فيه. هو ما بده يكون اسود بس لانه مضطر يكون هيك قدامهم. طبعا مو مهم لانه خلص كل شي انتهى. ايبرو انا اكيد رح جن. لك بصراحة أصلي أنا ما فهمت ولا أي شيء من حكيك اللي قلتي، أو بالأصح فهمت شيء واحد بس. شوفي أصلي أنا فهمت إنه هالرجال كل الوقت كان عم يحاول إنه يقتلك، ورغم هيك أنت وقعتي وحبيتيه. مزبوط؟ بتعرفي شو اسم حالتك بالطب يا أصلي؟ ما بيهمني شو ما كان اسمه بالطب إبرو، ما عاد في شي ممكن يفيدني بالمرة. ببساطة لأنه خلص كل شي. عم تفهمي علي؟ خلص كل شي. ماشي. اسمعي مني هلأ، قومي فوراً وخدي دوش صغير ماشي، ورح حطلك منشفة بالحمام، وبعدين انتي روحي على تختي ونامي وارتاحي منيح، وأنا رح روح على المشفى ومنحكي بس ارجع المساء، بلكي بتكوني صرتي أحسن. شو اتفقنا؟ بس بترجاكي ما تقولي شي لأخي، انتبهي منيح من حكيك إيبرو. إياكي توعديني؟ ماشي بوعدك. على فكرة كمان أعطيني خبر إذا طلعتي، يعني إذا رحتي على شي مكان، وفي نسخة مفتاح تانية بتلاقيها بصندوق بالصالون. احفظي الرقم السري 1708. ماشي اتفقنا؟ اتفقنا. روقي. بحاول. يسلموا ايديك. ولا يهمك. ما أراها لسه. يا الله يا ريت تصير شي معجزة. يا خال يا خال يا خال، أصلي بعتت لي رسالة مهمة. بتحب اقرأ لك ياها؟ سألتك بتحب اقرأها؟ جاوبني. بتريد اقرأ رسالة أصلي يا خال؟ فرهاد ابني.
مفكرة انك عملتي معي ما شو عملت يا ربي؟